صوت العرب من القاهرة. سر السعادة بسيط جدا، عيشها ببساطة تعيش أحسن من غير ما تتعب ولا تسأل، هتشوف معانا العيشة أجمل. عيشها ببساطة. ببساطة. مع الدكتور وائل صفوت وسعدية حسين. حلقة جديدة من عيشها ببساطة، ودايما بقول وبكرر عيشها ببساطة مش برنامج ولا اسم برنامج، بس هي حملة وفكر، ونفسنا فعلا كلنا نعيشها ببساطة. وعلشان كده دايما بنستضيف ناس متميزة، والنهاردة ضيفتنا متميزة جدا في مجالها، وبنستشرق ونشرق معاها. معانا دكتورة صفاء مختار، باحثة ومستشارة إنسانية وعضو دائم في الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة التابع لجامعة الدول العربية. ازاي حضرتك يا دكتورة؟ أنا دكتور وائل. احنا النهاردة هنشرق، او هيبقى في اشراق على موضوع من الموضوعات، وبحاول طبعا زي ما حضرتك قلتي في حلقة سابقة، الحوار مهم. لما بتحاور مع حد وبسمع له وبناقشه، دي برضو زي ما كانوا بيقولوا لنا الناس بتوع زمان، الواحد لما يغسل ايده ويغسل ايده بايده الثانيه هتنضف اكتر من لو غسلتها بايد واحده، فالاثنين مع بعض بيساعدوا بعض. اكيد مفيش شك. هو الحوار بيعمل ايه كمان؟ الحوار بيخليني اسمع صوتي وانا بتكلم. دي مهمة قوي، لأنه خليني أقول لحضرتك إن إحنا معظمنا بيبقى فيه في دماغنا حاجات مكلكعانة، بس مش عارفين نمسكها، تايهة عمالة مش عارفين نمسكها، أو بتوه. مثلا ممكن تبقى قاعد، يعني كتير قوي قوي يجي لي حد يقول لي أنا حاولت أقعد لوحدي وأجيب ورقة ولا مكتب، بس التليفون يرن، أكون متابع مسلسل، مراتي تندهلي، أو هي مثلا تقول لي جوزي ندهلي، فصلت. إذن المجال اللي حواليها دايما بيفصلها. عشان كده دايما انا باجي للحته دي واقول انه الحوار مهم. ليه؟ حتى لو مش مهم معايا انا، انت لو بتتكلم مع نفسك، يمكن احنا بنبص للغرب لما بتبتدي الام تبقى حامل، تبتدي تتكلم ابنها، صح، الجنين يعني مش ابنها حتى ساعتها، بتكلم الجنين. اذا هي مقتنعه كليه ان صدى الصوت وليه ذبذبات، حضرتك تعلم جيدا انه بيوصل عن طريق اجسامنا لابنائنا. صح. دي كمان نقطه مهمه قوي، انا لما بتكلم انا صوتي يوصل لودني. تعالى حضرتك نتخيل كده، او نفتكر كلنا شفنا افلام، او شفنا مثلا بعض الاشخاص اللي هم ذوي القدرات الخاصه، يكون ما بيتكلمش، لكن لما اشارات الايدين هتحس، هتلاقيه في صوت طالع. بالظبط. فهو وهو بيعمل اشارات بايديه، هو بلسانه من جوه بيحاول يتكلم ويعبر عن الاشارات دي عشان توصل للودان. تمام. عشان كده بيفهم اسرع. طبعا. والحوار برضو يعني ده نقطة مهمة على فكرة، حتة الحوار مش لازم الكلام، ممكن بالإشارات بيعني شيء، هو إكسبريشن أو تعبير يعني. بالظبط. هو ربنا سبحانه وتعالى، ما هو ربنا كان بيتحاور وكان بيكلم سيدنا آدم، ويمكن دي القصة يعني. صح. دي اللي هي الإلهام بقى. صح. أو الحتة اللي احنا بنقول عليها يعني التجلي، أو اللي هي بتاعت الروحانيات اللي كنا بنتكلم عليها، اللي هي ربنا سبحانه وتعالى نفخ في سيدنا آدم من روحه. صح. بما اننا بشر، وبما اننا ربنا خلقنا وعارف ان احنا بنخطأ وبنغلط، مهم دايما يبقى في عندنا تنبيه. تمام. ننبه. يعني ساعات حد يجي يقول لي، انا بدخل كتير جدا في حوارات ونقاش مع مثلا مديري في الشغل، ودايما نصطدم، دايما نتخانق، او مثلا ابقى راكب العربية وعارف، انا عارف ان انا هتخانق مع اللي قدامي. طول ما انت عارف، وطول ما انت بتتنبأ بالحدث السيء اللي انت هتعمله هيحصل. ده ايه ده؟ يعني حاجة فيها طاقة ولا حاجة فيها؟ احنا يمكن اتعلمنا ان قدرة العقل الباطن اقوى ب6000 مرة عن العقل الواعي. تمام. يجيلك بتوع التنمية البشرية يقولك ايه بقى؟ ما تقعدش تقول، او اقعد تكرر قول
أنا قادر. صح. هو ليه بيقعد يقول أنا قادر؟ عشان هو عايز العقل المدرك بتاعه يسيطر بصوته على العقل الباطن. أوكي. يقوم العقل الباطن يسكت. يكش شوية ويخاف من ال. وده اللي بيقولوا دكاترة الطب النفسي حبايبنا وزمايلنا وأساتذتنا كلهم. كلم نفسك إيجابياً و. انه ده الوسواس، ويمكن بيوصل عند بعض الاشخاص يبقى مرض الوسواس القهري. يعني اصحى العقل الباطن ده هو الوسواس، هو ده الوسواس اللي هو بيكلمني اللي هو أعلى. وعلى فكره ده بيبقى دايما ضدك، هو بيأنب الواحد طبعا. لازم طب عملت كده ليه وما كانش المفروض تعمل كده؟ ليه بقى وكدا. احنا مهم قوي نقول للساده المستمعين النقطه دي. هو ليه بيبقى ضد، يعني بيبقى ضدي انا ليه؟ عشان يثبت سيطره. يعني مسألة صراع برضو ده. صراع. عشان يثبت سيطرته انه دايما يبقى ضد عقلك الواعي. تمام. عشان كده بياخدك دايما للنقطة الغلط. صح. لان النقطة الغلط على فكرة اصعب بكتير من النقطة الصح. تمام. بس نيجي بقى نقطة مهمة تانية. انا لو عملت سيطرة على اعصابي لو انا هتخانق. ده على فكرة اقوى بكتير، زي التسامح، اقوى بكتير من ان انا اغلط. طبعا. بس الواحد يقدر يعملها ازاي يعني؟ دي بقى المحاضره اللي كنت اقول عليها لحضرتك. في خطوات مهمه قوي قوي اللي هي حته نمره واحد، التنفس. انظم نفسي احد قعدتي، وانظم نفسي علشان اقدر لما انظم النفس اقدر اعمل اكسجين انف يدخل للجهاز العصبي، اقوم يعمل ايه الادرينالين او اهدى. كمان لو انا قاعد في مكتب او قاعد في البيت وبتخانق اقوم اقف، او لو انا واقف تغيير المجال، او انا لو انا واقف اتحرك. ممكن كمان اشرب كوبايه ميه لو انا في البيت. ويمكن انا عايزه اقول، ويمكن حضرتك مره في احد الندوات قلت ان شرب الميه ده مهم جدا طبعا. 3 لتر ميه يوميا، لان صح. كل 20 كيلو من وزن الانسان محتاج 1 لتر ميه. بالظبط. ساعات حد يجي يقول لي ايه، طب انا يا دكتور وزني 3 ارقام اشرب ايه؟ اقول له لا، المتوسط هما 3 لتر في اليوم. اللي هي ازازه الميه المعدنيه اللتر ونص دي اشرب ازازتين في اليوم. ولو مش حاببها ممكن تحط عليها كمان مواد مضافه بقى زي النعناع، زي ليمون، حاجه تساعد على تغيير طعمها شويه. يعني ولو اني انا بفضل ان عشان حد يجي يقول لي ميه لقد خلقنا من الماء كل شيء. بس هي في ناس مش حبها، ما استسغتش، ما تربتش على حب الميه دي. يبقى يتعلم يتربى على الصح، لانه لو فضل يقول لنفسه انا هحط حاجه عشان غير طعمها، يبقى لو حصل ان هو يطوع نفسه كده. طبعا نفسه. دي بقى عايزين سيطره العقل الواعي المدرك على العقل الباطن. لما دي قصص كثيره، لان كمان في تعريفات في علم النفس، في حاجه الانا والانا العليا يعني والهو، فقصص كده كتير. فهي الفكره لازم نطرحها، النفس والعقل والعقل الواعي ده في حلقه لاحقه، لان حلقتنا سريعه. بس احنا دلوقتي بنتكلم علشان نسيطر على الغضب، في تولز الشخص بيتعلمها ويدرب نفسه عليها، من ضمنها التنفس والحركة أغير من وضعي. تمام. بالظبط. وشرب المية، شرب المية عشان برضو تغيير وضع، ولا باخد فرصة، يعني هي كذا حاجة أعتقد مع بعض. شرب المية، لأن أنا بعمل إيه، أنا بدخل سوائل لريقي، لأن ريقي بينشف من الزعيق ومن كتر الكلام. ده بيعصبني زيادة. لما أبلع ريقي، الوقت اللي هياخده إن أنا أبلع ريقي ههدى شوية، هبرد الجهاز العصبي اللي جوه المتعصب دوت. تمام. وبرضو أبقى عملت حاجة غيرت شوية. كمان في نقطة مهمة قوي، أحيانا الصمت فجأة. ودي على فكرة معظم الكلاينت عندي جربوها وبتجيب نتيجة سريعة. دي مهارة صعبة يعني، الواحد احنا كلنا تدريب. بنتكلم دي بقى 21 يوم. دي عايزة تدريب. تمام. ده احنا محتاجين نعمل حملة 21 يوم معاكي نقود الناس فيها، وطبعا بالتأكيد ليها تولز وليها طرق، مش هتبقى اكيد من خلال البرنامج مباشرة، بس ممكن تبقى دعوة نحاول نمشي الناس مع بعض في نفس الطريق. يعني سعيد طبعا بوجود حضرتك معانا النهاردة، واكيد هيبقى لنا بقى حلقة عن المعضلة الملخبطة في الواعي واللاواعي والأنا والأنا العليا والكلام الكبير ده، فمش هنلاقي أحسن من حضرتك تشرحيه لنا. شكرا جزيلا دكتورة صفاء. الله يحفظك. عيشها ببساطة.
عيشها ببساطة هي فكرة وحملة وبرنامج، بس الموضوع مش هيكمل إلا بيكو. ابعتوا لنا قصص أو أسئلة أو استفسارات أو تجارب شخصية، وإحنا الاستشاريين بتوعنا هيجاوبوا عليها، ويمكن نستضيفكم في برنامجنا عشان خاطر نسجل معاكم، أو نيجي نسجل معاكم ومعانا الاستشاريين بتوعنا. طبعا عايزين تتواصلوا يبقى من خلال 011-082-024 أو على صفحة ببساطة إجابتك عندنا. عيشها ببساطة. ببساطة. مع الدكتور وائل صفوت وسعدية حسين.